احترام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤيا وقائدنا الملهم على ما يحظى به قطاع الترفيه بشكل عام وموسم الرياض بشكل خاص من اهتمام وتخطيط ودعم. وفي النهاية أعلن افتتاح موسم الرياض نسخته الثالثة فوق الخيال. يلا كلنا مع بعض، أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض.